زيارة الصالة الرياضية بشكل منتظم والمواظبة على ممارسة ذات التمارين يوميا قد تتحولان لدى البعض إلى أمر روتيني يصاحبه شعور بالملل يكون سببا في العزوف عن الاستمرار فيها. وبحسب دراسة صادرة عن المركز الأمريكي للطب الرياضي فإن 50% من الأشخاص يتوقفون عن مزاولة الرياضة لهذا السبب. لذلك وللتخلص من هذا الشعور السلبي وكسر حاجز التكرار ينصح ببعض التغييرات في النظام الرياضي كالانضمام إلى صفوف رياضية جماعية عوضا عن ممارسة الرياضة بشكل انفرادي ودعوة أفراد العائلة والأصدقاء لممارسة الرياضة معا والتنويع بين أنماط مختلفة من التمارين وعدم التركيز على تمرين معين لفترة طويلة والاستعانة أحيانا بمدرب خاص يساعد على التركيز حول التمارين المفضلة وممارسة الجديد منها كما ينصح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق والأماكن الواسعة كالحدائق وقرب شواطئ البحر. العربية معرفة ملوك الشيخ. مشي اكثر مرات بنلعب كره قدم ودلوقتي رياضتنا بتكون رياضه المشي والله الغالب هو المشي بمارس رياضه الركض الجري بمارس رياضه مثلا في نادي الحديد اللياقه والله طبعا لا تقولي رياضه قديمه لا اللي على قد عمري وسني واللي لازم 16 المشي بحافظ على الوزن والاكل جري ركض مشي مشي لانه المشي منيح اول شيء بيحرك الدم الدوره الدمويه بيريح الكبد الكبد بيشتغل القلب كله بيشتغل وبشيل الدهنيات وبشيل السكري الحديد مثلا 3 أيام ويومين كارديو والله رياضه المشي اكثر حاجه هي اللي بمارسها في المشي وفي لو بنلعب حاجه مثلا زي في هاندبول انا كنت بلعبها الجري المشي وكرة القدم يعني المشي رياض المشي وأحيانا حمل الأثقال